أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يربي في صدر الإسلام الفئة المؤمنة تربية إيمانية لا تخضع لعصبية الجاهلية ولا لحمية النفس. فكان فريق من المؤمنين بمكة يضطهدون فأحبوا أن يقاتلوا، فقال الرسول لهم لم أمر بالقتال بعد، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي واصبروا على ما أنتم فيه حتى يأذن الله لنا في القتال. تلك تربية أولى للفئة المؤمنة، لأن الإسلام جاء وفي نفوس العرب حمية وعصبية وعزة وأنفة، فكلما أهيج واحد منهم في شيء فزع إلى سيفه وإلى قبيلته وشنها حربا. فيريد الله سبحانه أن يستل من الفئة المؤمنة الغضب للنفس والغضب للعصبية والغضب للحمية، وأراد أن يجعل الغضب كله لله. والإذن من الله بالقتال حينما جاء، جاء كما قلنا سابقا لا ليفرض على الناس عقيدة ولا ليكرههم على إسلام، وإنما جاء ليحمي النفس الإنسانية من التسلط عليها من أقوى يريد أن يجعل الأضعف تبيعا له في عقيدته. فأراد أن يحرر الاختيار في الإنسان، فكان القتال لحفاظ على كرامة الإنسان أن يكون تبيعا في العقيدة لغيره. وبعد ذلك يعرض قضية الإسلام عرضا عقليا، فمن استجاب له فمرحبا به، ومن لم يستجب له فله أن يظل على دينه. ولذلك جئنا في البلاد التي فتحت إسلاميا وجدنا قوما ظلوا على دينهم القديم، وبذلك نستطيع أن نرد على من قال إن الإسلام قد انتشر بالسيف. لو انتشر بالسيف لكانت كل بيئة فتحت بالإسلام دانت بقضية الإسلام، ولم يبقى واحد على دين آخر غير دين الإسلام. ولكن بقاء قوم على دينهم يدل على أن الإسلام فقط منع التسلط على عقائد الناس وضمن لهم الحرية في أن يختاروا ما يحبون من العقائد، فمن آمن فبها ومن لم يؤمن فليظل على عقيدته. حينما شرع الله القتال قال بعض الفرقة التي كانت تحب أن تقاتل وهي في مكة لما كتبت علينا القتال، إنهم هم الذين طلبوا أن يقاتلوا ليعلمنا الحق سبحانه أن التريث في أمره بالقتال إنما كان ليكون القتال في المستقبل إسلاميا بحتا، لا دخل لغضب النفس ولا لحميتها ولا لعزتها. يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصور العواطف الإنسانية التي تواجه الإسلام ويواجه الإسلام تصويرا طبيعيا، فلم يشأ أن يجعل من الأمة الإسلامية الأولى قوما حينما قيل لهم الإسلام انطبع في نفوسهم وعشقته عقولهم وفهمهم
ولكنه بين لنا أن الطبع الإنساني هو الطبع الإنساني يعالج بالتربية. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذن فيه فرق بين نظرية أن نقاتل وبين أن نفعل القتال بالفعل. ما معنى كخشية الله أو أشد خشية؟ نعم، لأن هؤلاء يخافون إن ذهبوا إلى القتال أن يقتلوا، والقتل كما تعلمون هدم بنية، فيه إيلام وفيه تعذيب، ولكن الموت حتف الأنف الذي يسحب به الله الروح الإنسانية أخذ ناعم لا تعب فيه. يبقى هم يخشوا الناس لأن قتلهم شديد وفيه شناعة وفيه بشاعة، وقد يكون فيه تمثيل، ولكن أخذ الله سبحانه الروح الموضوعة في الإنسان أخذ حال. إذن كخشية الله أو أشد خشية، أو أشد خشية. وأيضا فالقتال يبقى مظنة القتل، ولكن عدمة القتال مظنة التراخي في الأجل. يبقى إذن ده موت مقرب أمامك وموت مرجع عند الله. فقال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لما كتبت علينا القتال، أنتم الذين طلبتموه. إذن كان طلبكم إنما لقصد الحمية، والله يريد أن يبرئ المؤمن أن يكون قتاله للحمية، فهو يريد أن يكون قتالا إيمانيا إسلاميا، بدليل أن الواحد منهم كان يواجه أخاه أو أباه أو ابنه، فالعصبية والحمية وإلى أخره تنتهي، وبعد ذلك إن شاء أن يفتك به فتك به، مما يدل على أن المسألة لم تعد حمية ولا وعصبية، وإنما هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، ولو كان المخالف له صلة نسب وصلة رحم وصلة عواطف. لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لنموت حتف أنفنا ولو كان الأجل قريبا، يعني نحن لا نريد أن نستطيل الحياة، ولكننا نستبشع أن يأخذنا هؤلاء فيقتلونا. ليه بقى؟ لأن دي كانت صعبة على نفوسهم أن يكون فيهم ضعف أمام عدوهم فيقتلون. لكن إذا ماتوا حتف أنوفهم بعمل الله في سلب الروح من الجسد، ولو كان قريبا، ولو كان الأجل قريبا من موقعة القتال. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا، لأن الأمة الإسلامية ستواجه عنفا شرسا في تثبيت قاعدة الاختيار الإيماني في البشر. فقال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم إن قالوا لك ذلك قل متاع الدنيا قليل. لأن ما هو الحرص على أن نستبقى من القتل لنموت بعد أجل قريب؟ معنى ذلك أن الحياة نريد أن نأخذ منها فرصة. فقال لهم لا، ضعوا مقياسا كما قلنا في مقاييس الجدوى البشرية. الجدوى البشرية كما قلنا في أي قضية من قضايا الكون نأخذ منها قضية تعيننا على فهم ديننا. ولذلك قلنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى حينما شاء أن يعقد صفقة الإيمان مع المؤمنين به قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، شراء وبيع، كلام على الأول. وأيضا قال في الصفقة الإيمانية هل أدلكم على تجارة لن تبور. إذن فملحظ النفعية الإنسانية يعاملنا الله به، ولكن اللبق الفطن الذكي هو الذي يتاجر في الصفقة الرابحة أو المضمونة الربح أو التي جدواها الفائد أكثر من سواه. فقلنا لو أننا قارنا الدنيا لعلمنا أنها مهما طالت لا تؤثر في عمر الواحد، هي تطول كزمن، ولكنها بالنسبة للأفراد الدنيا مقدار عمرك أنت فيها لا مقدار أعمار الآخرين، ما لك ومال الآخرين إن عاشوا بعدك آلاف القرون.
إذن ما عمر الدنيا؟ هي مقدار عمرك أنت فيها، تلك هي الدنيا، إن دامت لغيرك طويلا أو قرونا ما دخلك أنت. إذن فهذا الزمن محدود كما قلنا، ولكنك تبشر أو تأخذ من الصفقة زمنا غير محدود. هذه أول حكاية. وأيضا فإن البقاء في الدنيا بدون حتى قتل، هنفضل كده لحد ما نموت حتى أنوفنا، بقاء مظنون، مش متيقن أن أقعد لستين ولا لسبعين ولا ما. قد نختضر، نختضر يعني نتخد في شبابنا وطفولتنا ونأخذ وإحنا جنين، الله، إذن برضو مظنون. يبقى آخرة غير محدودة ودنيا محدودة، وهذه متيقنة اللي هي في الآخرة، ونحن في الدنيا أعمارنا مظنونة. وأيضا النعيم في دنياك كما قلنا على مقدار تصورك للنعيم وإمكانياتك في تحقيق النعيم، ولكنه في الآخرة على مقدار تصور الله في النعيم وعلى مقدار إمكانيات الله في النعيم. تبقى الصفقة لو قارنتها بالآخرة تبقى إيه هي؟ تبقى متاع الدنيا على فرض انه متاع مش الام، حتى حنيقن انها متاع، نقول له برضو قليل بالنسبة للاخرة. اذا بيجيب لنا علشان ينمي فينا قيمة الصفقة الايمانية، انت تحب الخير لنفسك ولا تظن ان الدين انما جاء ليسلبك الحرية او ليستزلك، وانما جاء ليربب لك النفعية. احنا قلنا اذا الدين منع واحدا ان يسرق من الاخرين هو واحد، لكن منع الاخرين جميعا ان يسرقوا منه، يبقى اينا اكذب؟ منعك وانت واحد ثم منع عنك الملايين، يبقى مين اللي كسبانك؟ اذا قال لك لا تمدن عينيك الى محارم غيرك، الم يقل لكل غير في الدنيا لا تمدوا عيونكم الى محارم فلان؟ الله، إذن فأنت اللي كسبان. إذن قل متاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمين؟ لمن اتقى. وبعد ذلك يؤكد لنا العدل في قوله ولا تظلمون إيه؟ فتقولنا الفتيل هو ما يفتل من الأخزار كده، ساعة ما تدعك في إيدك كده تقوم يطلع حاجة زي الفتلة كده، أو هو الفتلة اللي في إيه؟ في بطن النواة، يعني لا تظلمون شيئا إيه تافها. طب معنى كلمة لا تظلمون دي تدلنا على ان في عدالة، في ايه؟ تقول لك العدالة هنا بمشروطها. يعني ايه بمشروطها العدالة هنا بايه؟ لان الله قال اللي هيعمل سيئة يجازى بواحدة برضه، واللي هيعمل حسنة، فلما يجي نفسر دي ولكن لا تظلمون فتيلة، يبقى في عدالة. العدالة تتعبنا ولا ما تتعبناش؟ ما تتعبناش. ام قال لك لا، خذي العدالة بايه؟ بفضلها. اللي قال لك ان انا حد الحسنة بعشر مين؟ فاحسب الحسنة عند الله في ميزان العدالة بما اخذ من الفضل. ما تقولش لا تظلمون بان معنى دلوقتي السيئة بواحدة والحسنة بايه بواحدة، قل لا، ده هو قال الحسنة بعشر امثله، فاذا لا تظلمون فتيلة اي بضميمة الفضل الى العدل. بضميمة الفضل الى الايه؟ ولذلك احنا لما ندعي نعلم اخواننا ونقول اللهم عاملنا بالايه؟ بالفضل لا بالعدل، لان العدل يتعبنا ولا ما يتعبناش؟ يتعبنا. وبالاحسان لا بالميزان، برضو عاملنا بالميزان نتعب ولا ما نتعبش؟ وزي ما بيقولوا في العلوم بقى، وبالجبر لا بالحساب. تعرفين الجبر؟ الجبر كده نجبرها نمشيها كده. إذن لا تظلمون فتيلا اي ايه؟ اوعى تفتكر انك انت لا تظلمون فتيلا اي سنعدل معكم عدلا يجعل الحسنة بواحدة والسيئة بواحدة كالاصول العدل، لا، ولكن العدل بمشروطه عند الله. مشروطه عند الله ايه؟ ان الحسنة بعشر امثلها. يبقى بقى لا تظلمون فتيلا اي فيما فضل الله به بالايه؟ بالفضل مع العدل. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يطمئننا على ان قضايا الايمان قضايا يجب ان يحرص عليها. ليه يحرص عليها؟ لانك انت اوعى تفتكر ان العمل بتاعك ده هو اللي هيديك الجزاء، انما الفضل هو اللي هيديك الجزاء.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعوا تقولوا بقى العمل ومش العمل، الفضل هو الايه، هو المفرح. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليرد على قضية قالها المنافقون حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ثم قتل من قتل من المسلمين، فقال المنافقون لو كانوا عندنا وما قتل لو كانوا عندنا. إذن فهموا أن العندية عندهم حصن لهم من الموت، وأن الذهاب إلى القتال هو اللي جاه اللي بالموت. احنا قلنا كل حدث من الأحداث له زمان وله مكان، بنسميه احنا الظرف. ولذلك اللي درسوا الظرف في النحو يقول لك ظرف زمان وظرف مكان، يعني كل حدث من الأحداث لا بد أن يوجد له ايه، زمان وايه ومكان. الأول الزمان في الموت مبهم، والمكان في الموت ايضا مبهم، يعني ظرف الحدث زمانا او ايه او مكان. حين يبهم الله شيئا لا تظنوا انه يريد ان يغمضه علينا، ولكنه يبهمه ليبينه اوضح البيان. يبقى الابهام من عنده اوضح بيان. ازاي؟ حين يجهلنا بزمن الموت. معنى ذلك ان الواحد يستقبله ازاي بقى؟ في اي لحظة. في اي؟ طب وانت عايز بيان اوضح من كده بقى؟ يبقى لما جهلنا بزمن الموت مش منع عنا علم زمنه، لا، ده اشاع زمنه في كل زمن. اشاع زمنه، يبقى في بيان اوضح من ده بقى؟ مش ممكن. كذلك في مكان الموت، لكن الزمن لا عصمة له من الموت بذاته، والمكان يظن ان له عصمة من الموت بذاته. لانه لك انا هتحصن، انا هقعد في قلعة، انا هتطرف بكذا بالمباني منهم. اذا فالمسألة هنا اينما تكون تعرضت لمين؟ لقضية الموت مع المكان. لان قضية الموت مع الزمان ملهاش حدش يحتط منها زمانا قبل، انما ممكن يحتط منها ايه؟ مكانا. فقال خذوا هذه القضية، وهو ان مفيش عندي لا عنديتكم ولا عندية اشد منكم تمنع من الايه، لان العندية هتديني ظرف ايه؟ ظرف مكان. فقال لهم اينما تكونوا يدرككم الموت، اينما تكونوا يدرككم الموت. وبعد ذلك يريد ان يعطينا لطافة تغلغل الموت في من يريد الله ان يميته. احنا كنا زمان قلنا ان اعداء الانسان في عافيته وفي حياته كثيرة، لكن اذا نظرت اليها في العنف وجدتها تتناسب مع اللطف. يعني ايه؟ كلما لطف عدوك ودق، كلما كان عنيفا، وكلما كان ضخم كده كلما ايه، لان اللي له ضخامة كده صحيح هو يهولك بشكل، انما ممكن انك انت ايه تدفع. لكن امتى يبقى صعب؟ كل ما يبقى لطيف لا يدخل تحت الادراك، يتسلل لك. ازاي؟ ام قال احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب ان واحدا يبني بيتا في خلاء، فيمر عليه انسان ليبارك له في وضع الاساس بتاع البيت، وبعدين شاف البيت كده بينبني، وبعدين قال له يا شيخ انت ان انت لم تحطط الى مثل هذا المكان. قال له المكان ده فيه ذئاب وفيه تعالب وفيه حاجات كتير، فيجب انك انت تعمل ايه؟ تعمل حديد على النوافذ اللي في الدور الاول، علشان ايه؟ الحيوانات المفترسه دي ما تدخلش عندك. يقوم يعملها. قام جه واحد تاني قال له ده انت فايتك ان الحته دي فيها ايه؟ فيها تعابين كتيره قوي. قام ضيق الحديد. الاول كان عامل الحديد يا دوب يسد يرد ايه؟ الجسم الضخم.
وبعدين ضيق الحديد عشان يرد الايه التعبان. الله. اذا كل ما لطف يبقى هيدي ايه عنف، عايز احتياط اكتر. قام جه واحد تاني قال له انت ما ده هنا انا هنا ذباب ايه ما تقدرش. قام قال نعمل سلك. الله. جه واحد تاني قال له ده في ناموس كده زي الهاموش ومش عارف ايه بتاع، قال لك نعمل السلك اضيق شويه. الله. اذا العدو بتاعك كلما لطف ودق عن الادراك كلما كان ايه كلما كان عنيفا. ولذلك اخطر الاشياء اللي هي الميكروبات اللي بتتسلسل ايه تسلل الى الانسان، والانسان ما يدراش ازاي دخلت، اخترقت جلده امتى، ولا دخلت منين، وبعد ذلك لا الا بعد ان يحصل مدة التفريق بتاعتها تظهر الامها وتظهر متاعبها. متى دخلت؟ ما هي لطيفة او دقيقة، لطيفة ودقيقة. الله. اذا كلما كان الشيء لطيف كلما يبقى ايه يبقى عنيف. فالحق سبحانه وتعالى بيقول انتم كلما لطف الشيء عندكم عنف، ويبقى المداخل ما تحشوش، بدليل انك انت تسلسل الايه الحواجز اهي، تسلسلها من حديد الى ايه حديد اضيق الى ايه الى شبكة الى سلك. قال لك بقى اهو الموت معنى الطف من كل شيء من هذا، يبقى لن تستطيع ان تحتاط منه ابدا. مقابل الموت ماذا؟ انه يبقى فيه روح. طب ما كنه الروح المقابل دي كنهها ايه؟ قال لك ما عرفتهاش مع ان انا حاملها في نفسه. طب تقدر تقول لي هي فين؟ شكلها ايه؟ شفته؟ سمعته؟ ذقته؟ لمسته؟ ابدا. ومع ذلك حين يقبضها الله تنتهي الله. الله. طب وليه من ربنا لما عمل للحياه روح وينفخها كده يتيه الحياه؟ طب ما يمكن عامل للموت برضه ميكروب دقيق قوي 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 بحيث مقاييسكم مهما ارتقيتم ما توصلش له، زي مقاييسكم مهما ارتقيتم ما توصلش للروح. ما هو مقابل مش مقابل. يبقى اذا جيت تفسر لنا ان خلق البشر او الماديات في البشر كلما دق الشيء عن الادراك كلما كان. طب لما ربنا بقى يعمل شيء دقيق تاني بقى يبقى اعنف ولا لا؟ طب نقدر نصده؟ طب دكه صدناه بحديد وصدناه بايه؟ بسلك وبتاع، دي ما نقدرش ايه نصده. يبقى اقول له مهما عملت اي حاجه مش هتقدر تعمل ايه. ولذلك يترك الله في بعض ماديتنا اشياء، الطب والمجاهر والميكروسكوبات والدنيا كلها تحاول انها تعرف ايه تكوينه ما تعرفش. يسموه ما نعرفش الفيروس بتاع المرض ده ايه، يبقى عنيف ولا مش عنيف؟ ولماذا اذا كان الله قد جعل للانسان روحا تعطيه الحياه برضو لماذا لا نتصور ان للموت شيئا اذا جه الانسان روح سلبها منه؟ وبذلك نستطيع ان نفهم قول الحق سبحانه وتعالى في سوره تبارك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموتى. يبقى الموت مش عملية سلبية، ده الموت عملية إيجابية، ده الموت مخلوق حاجة بس دقيقة قوي تناسب مين؟ تناسب دقة الصانع الذي خلق الموت والحياة. وتلاقيه قدم الموت على الايه؟ مع ان في ظاهر الامر عندنا ان الحياة تيجي وبعدين الموت. اما قال لك لا، لان الحياة ستعطيك ذاتية تستقل بالاسباب المخلوقة، وتروح تحرط وتروح تعمل وتبقى تعمل لك ايه؟ تعمل لك قدره وتعمل لك حياه وتعمل لك سمع وتعمل لك بصر وتعمل مش عارف ايه، وتفتكر ان الحياه دي عندك يعني. ام قال لا، يجب ان لا تستقبل الحياه الا اذا استقبلت قبلها ما ينقض الحياه. فالذي خلق الموت. ولذلك برضه هيبقى سهل بقى علينا اننا لما نيجي الحديث يكلمنا كده، والاخر بقى بعد ما يبقوا اهل الجنه في الجنه والدنيا ويقول اهل النار في النار، يقوم ربنا يجيب الموت في صوره كبش كده وايه ويروح ذبحه. الله. ده صوره كبش ويذبحه دي معناه انه كان له ايه؟ كان له كينونه، كان له حياه يعني كده، وبعدين يذبحه يقول خلود بلا ايه؟ خلاص انا موتت الموت. انا ايه؟ انا موتت الموت. يبقى خلود بلا ايه؟ بلا موت. فالحق سبحانه وتعالى يقول اسمعوا، انتوا كنت بتقول لو كانوا عندنا الهال العنديات عندكم كانت تمنع عنهم الموت؟ ده العنديه عندكم ما تمنعش، ولو كان المراد ان يموت
في بروج مشيدة. شوفوا بقى الأداء القرآني له أداء تاخده من الألفاظ وتاخده من الجمل وأداء كده تاخده من الهبه الأسلوبي، يعني شيء كده حتى لما تيجي تقول طب انت خدتني منين ما تقدرش يمكن تقول لي، لأن ده خطاب الرب، كلام الرب، الرب بيخاطب أنت وأنا نتخاطب بملكات لغوية وملكات عقلية وسمع، إنما حين يخاطب الحق الخلق يخاطب كل ملكات نفسك. ولذلك تلتفت تلاقي عيل صغير كده فينبسط من اسلوب ولا من حاجه، تقول له طب انت مبسوط من ايه؟ يقول لك انا مبسوط وبس، مش عارف هو مبسوط ليه، لان مين اللي بيتكلم؟ الله بيخاطب الملكات الايه؟ الملكات النفسيه. فالحق سبحانه وتعالى بيقول اينما تكونوا اي اينما توجدوا يدرككم الموت. شوف كلمه يدرككم دي دليل على ان الانسان لما تيجي فيه الروح انطلق مع الروح الموت وراه لحد ما يدركها في الزمن اللي ربنا مقدره، لان كلمة يدرك دي معناها انه ايه؟ انه عمال بيلاحقها حتى اذا ادركه الغرق، مش كده؟ قال اصحاب موسى انا لايه؟ لم يدركون، يعني حد بي ايه؟ حد الله يدركه، كأن بمجرد ما جات الحياة يجي ايه؟ يجي. ولذلك بقى اهل المعرفة او اهل الشطح زي ما او اهل الاشراق يقول لك الموت سهم ارسل اليك، ارسل بالفعل انطلق، بس ايه؟ عمرك بقدر سفره اليك بس. انما اطلق اطلق، المسألة انتهت، المسألة ايه؟ انتهت. اينما تكونوا يدرككم الموت، فكلمة يدرككم يدل على ان الموت يلاحق حياة الانسان وبيجري وراه عشان ايه؟ عشان يدركه الله. اذا صحيح لما يقولوا ده سهم ارسل، يقول لك ايه هو السهم ارسل، بس العمر بتاعه ايه؟ عمرك على قدر سفر السهم ايه؟ على قدر سفر السهم اليه. طيب يدرككم الموت، ادي معنى يدرككم الموت. طب ولو كنتم في ايه؟ طب ما هي البروج؟ اولا البروج دي لما تيجي تشوف ماده كده تقوم تجد حروف اصليه، تاخد الحروف الاصليه دي وتشوف المعنى العام اللي بيشتغل فيه، البيه والراء والجيم دي الحروف الاصليه بتاعه الماده. لو نظرت الى الماده اللغويه دي لا وجدتها كلها تدل على الاتساع والظهور. يقول لك ايه ده؟ هذه امراه فيها برج، برج يعني عينيها واخده نص ايه؟ وشها، عينيها واسعه لدرجه انها تبقى ايه؟ تبقى واضحه كده، اسمها ايه؟ يبقى البرج اتساع وظهور. والابراج عاده اللي كانوا يصنعوها كحصون وكقلاع بتبقى ايه؟ تبقى مرتفعة كده. طب كنتم في، ولو كنتم في بروج مشيدة. مشيدة يعني ايه؟ اما لك الشيء قد يكون عالي وظاهر كده انما هش اي حاجة كده تنفقه، اما لك مشيدة يعني ملحوم باع لبنتها او حجارتها بالايه؟ بالجص، زي ما نعملها احنا بالمسلح يعني. ولو كنتم في بروج مشيدة من الشيد وهو الايه؟ نرجوه. والشيء وهو الارتفاع، يبقى مرتفع وايه؟ ومتماسك. طيب طب ولو كنتم في بروج، احنا كنا زمان قلنا انك اذا رأيت جمعا قوبل بجمع فاعمل القسم احادا. ساعة يدخل المدرس الفصل ويقول لطلابه اخرجوا، اللي هم مين؟ الطلاب، كتبكم. معناها ايه؟ كل واحد يطلع كتابه. يعني اذا ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كان كل واحد منكم في برج، ادي واحد. او لو كنتم كلكم معتصمين ببرج، بس البرج ده مش برج لوحده، لا ده حواليه برج تاني وبرج تالت وبرج رابع، يعني كم حاجز كذا برج، يعني كل حصن محصن، الحصن نفسه ايه؟ محصن. يعني جاي حصن كده ادي برج، زي ما تجيب نقطة نقطة وتحطها في دايرة صغيرة، وبعدين تجيب دايرة ايه؟ اوسع منها، تبقى النقطة في ايه؟ عدة ايه؟ في عدة دوائر. كذلك لو كنتم اجتمعتوا كده ويا بعض وتبقوا في ايه؟ مش في برج واحد، لا في برج، والبرج
في برج والبرج الاخير في ايه؟ في برج. يعني حماية مضاعفة ولا لا؟ طب ودي تفيدني ايه لما يكونوا جماعة؟ اي لا يمكن ان لو كان واحد يقول لك ده الموت تسطر عليه، لا برضو تبقوا ويا بعض كده ولا حدش منكم يقدر ينجز التاني. يبقى دي تدي معنى ودي تدي ايه؟ ولو كنتم في بروج ايه؟ في بروج مشيدة. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم ساعة الجهاد عن الموت وعن الحياة يريد امرين، لان اي دين جاء ليخرج الناس من الظلمات الى النور بيبقى جاي بنور طارئ على ظلمه، وما دام نور جاي وطارئ على ظلمه اللي عايشين في الظلمه دي ايه؟ الف ايه؟ الف الظلام. الف الظلام والف الفوضى، ما استبنوش اي شيء، يقعدوا يعربدوا ببعض، يقعدوا يعربدوا في بعض. يقول لما يجي الاسلام او الدين بنور اللي كانوا عايشين يعربدوا ببعض دي ويقاوم حقق متعتهم هيا يسر من مجيء النور ولا يزعل؟ لازم يزعل. ليه؟ لان النور وضح المرأة، كشفت المسائل كلها. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يجيب الموت يقول لك انا جايب الموت دي علشان اعمل بيه حاجتين اتنين. الحاجة الاولى ان من يؤمن يستحضر الموت لان جزاءه لا يكون له منفذ الا ان يموت ليلقى ربه. نعم، يوم ينبسط لما المؤمن ينبسط يقول لك الحاجز بينه وبين الجزاء بتاع ربنا ايه؟ الموت. يوم لما يسمع كلمة الموت يستشرف ولا لا؟ لانه رايح لايه؟ رايح للجزاء. طب واللي بقى مش مؤمن بإله واللي واخد على راحته كده وبتاع، ساعة ما يسمع الموت يعمل ايه؟ يبقى اذا الكلمة دي بتدي رغب ورهب، بتدي رغب. فصاحب الايمان ساعة ما يسمع كلمة الموت يقول يا سلام، ده اكني متاعب الدنيا اللي انا شايفها دي مش هتدوم، ده انا عايز اروح ايه؟ ولذلك يجب ان يستحضر المؤمنون بالله تلك القضية. حين يستحضرون هذه القضية يهون عليهم كل مصاب في عزيز، لان ما دام انت ان كان مؤمن، ما هو العزيز اللي راح منك ده يا مؤمن يا مش مؤمن، ان كان مؤمن تقوم تفرح ان هو ايه عجل الله به الى ان يرى، تقوم انت بقى ان كنت هتزعل تبقى زعلان على روحك بقى مش زعلان عليه. طب وان كان مش مؤمن تقول طب ما ارتحنا منه الله. إذن الموت معناه إيه؟ انه راح الذي آمن والذي عمل صالحا يستشرف ايه؟ اليه. والتاني خاف منه تبقى حققت رغب وحققت ايه؟ الواحد الذي يستقبل في عزيز، نقول له العزيز ده كان كويس ولا وحش؟ ان كان وحش يبقى ربنا ريحك وريح الناس من شره، وان كان كويس انبسط لانه رايح لجزائه. يبقى احنا بقى لما نبقى نزعل على ميت نبقى حمقى ولا مش حمقى؟ نبقى حمقى. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. الكلام ده أليق بمن؟ اللي بيقول هذه من عند الله يبقى برضو الله، والقمة دي لها في ذهنه ايه؟ تصور. يبقى الخلاف في مين بقى؟ الخلاف في الرسول. الخلاف يبقى دول اما المنافقين الذين اعلنوا اسلامهم وولاءهم لرسول الله وفي قلوبهم الكفر، او يكونوا الجماعة اللي ايه؟ اهل الكتاب، لان اهل الكتاب برضو بيؤمنوا بإله وانه بيبعث رسل وبينزل كتب. خلاص؟ يقول الحاجة اللي فيها خير قال يعني ايه؟ العايزين يعملوا انعزال بين محمد وربه. لا، ده من يطع الرسول فقد اطاع الله، ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. محدش يعمل ايه؟
مضاده كده يقول لك لا دي من عند الله والسلام يبقى من عند محمد. انت عملت ليه الحكايه الانفصال ده بينهم وبين بعض؟ ده هم ايه؟ ولذلك يجي في الحدث الواحد يقول وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله. اغناهم الله. وقلنا في حلقه سابقه ان الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد يذنب ذنب ما يستريحش على المذنب كده بمجرد يقول له استغفر الله. ده يقول له لا، انت لازم الاول تروح عند رسول الله وتستغفر ربنا وتقول له استغفر لي يا رسول الله. يعني ما فيش واحد هيصطلع على ربنا من ورا محمد ابدا ابدا ابدا، مش ممكن. يبقى ان هتقولوا بقى الحسن يعني عايزين يعني تعملوا شويه بلف وما هتبلفهم ايه؟ قال بيقولوا ان كانت حسنه تبقى من عندك يا رب، انما السيئه تبقى من عند محمد. الله انتوا عزلتوا على الحكايه ده، هو ايه؟ نعم. ان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عندك من عند الله، وان تصبهم سيئه يقولوا هذه ايه؟ من عندك. ايه الحكايه؟ قال لك ان راحوا حرب وغنوا يقولوا يا سلام ده ربنا ايه؟ بسطنا. وان انهزموا يقولوا محمد هو اللي وقعنا الوقعه السودا دي. اكن لمحمد تصرف ايه؟ دون تصرف الله. وليه ربنا بيه؟ ام قال لك لان اياك ان تخدع، اياك ان تخدع بمن يحاول ان يعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ويقول لك انت بتثق في محمد وبتحب الله هو اللي عامل كل حاجه. الله، انت عايز تعملنا اسمه؟ طب ما هو الله كل حاجه، وهو اللي بعته مين؟ وهو اللي مأيده مين؟ وهو اللي طب ده هو في منطقه حينما جاء بالدعوه القوم الذين يؤمنون بالله ويكذبونه كانوا اقرب الى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله. مش كان في معسكرين؟ معسكر فارس ومعسكر الروم، الاثنين عدوين، انما معسكر فارس معادي لله، انما معسكر الروم مؤمن بإله ومؤمن بكتب ومؤمن برسل بس كفر بمين؟ يبقى الذي يؤمن بالله يبقى قريب الى قلب ايه؟ محمد. ممن ايه؟ ممن كفر بالله. يبقى ده دليل على ان ايه؟ عصبية محمد جايله منين؟ من الله. نعم. وإن تصبهم حسنة، أو أن اليهود حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظروف كده أو صدفة، وإن كنا سنفسرها بعد، إن مزارعهم وثمارهم قلت، فقالوا إيه؟ لم تزل مزارعنا وثمارنا في نقص منذ قدم هذا الرجل. صدفة الحكاية دي حصلت ولا تقدر برضو تعللها تعليل مادي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جه المدينة، وزي ما قلنا قديما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ثم سلب منهم السلطة الزمنية التي كانت لهم، لأنهم هم كانوا أهل المال وكانوا بيعملوا بالربا زي ما يعوزوا، اهل الاسلحه يبيعوها ويثيروا العصبيات عشان يشتروا الايه؟ الاسلحه. واهل علم بالكتاب يقعدوا تجروا بالكلمتين اللي عندهم، فكانت لهم الايه؟ سياده من ثلاث جهات، سياده علميه وسياده ايه؟ ماليه وسياده كل دي موجوده عندهم. فلما جه الاسلام عمل ايه؟ الف بين الاوس والخزرج، فبارت إيه؟ الاسلحه والعمليه، وكانوا برضو بياخدوا منهم فلوس بالربا، بارت الايه؟ الربا. وبعدين هم كانوا بيجيبوا كتاب ومحرف، لا دي جاب كتاب ومش محرف. الله، تبقى وسائل السيطرة انتهت. يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ تشغلهم ولا ما تشغلهم؟ ولذلك كنت لا تجد واحدا من اليهود يسارر واحدا من اليهود الا في امر محمد. ما دام المسألة دي شغلتهم الشغلة دي، بالله مش بالعقل كده تكون شغلتهم عن الزراعة وعن يبقى دي لها سبب. انشغلته، وحين يشغل الانسان عن الاسباب، طب ما هي دي تبقى طبيعيه، تبقى ايه؟ تبقى امر طبيعي. فلما قالوا كده قالوا ده احنا المساله دي جت لنا من يوم ما جه ايه؟ محمد. يقول لهم طب تعالوا يا اخي افهموا بقى، ان كنتوا عايزين تفهموا.
إما أن تكون بتقصيركم في أمور تتطلبها الثمار والزروع، يعني إن محمد والحديث فيه والتدبير له والكيد وعلاكم شغل مين؟ شغل وقتكم عن أسبابكم، أو أنتوا برضو الأسباب زي ما كنتم، تبقى دي جاية إيه؟ تبقى جاية سماوية. طب ليه ما تلفتكوش بقى لان دي محمد بقى يعني هو اللي ربنا بده يكرمه بانه يعمل فيكم كده اللي انتوا كنتوا بتستعزوا بيه يعمله في حاجتين اتنين، دي اسم نقص بالايجاب ونقص بالسلب. الناس اللي كانوا بياخدوا منكم بالربا ما عادوش بياخدوا، بيشتروا اسلحه ما عادوش بيشتروا. طب والزروع والثمار اللي باقيه بقى طب هتنقص، يبقى المساله نقص من ايه؟ بنقص من الاموال والايه؟ يبقى اذا طب ما سواء كانت ديا ولا ايه؟ ولا دي. هنا وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة يقولون هذه من عند، يقولوا هذه من عندك، قل ردا عليهم كل اي ايه؟ الحسنة والسيئة. ما هي الحسنة اولا؟ وما هي السيئة؟ علشان نبقى نتكلم على الحسنة، الظفر والغنيمة، والسيئة الهزيمة والقتل، ادي حاجة. الحسنة السراء والمقابل لها الضراء، البؤس والرخاء، الخصب والجب، هات كل حاجة وايه ومقابل. يقول له يجب أن تعرف الحسنة معرفة دقيقة. الحسنة في عرف الله وفي عرف الشر هو ما يأمر به الله، والسيئة هي ما ينهى عنه الله، بدليل أن إنسانا أصيب في عزيز لديه ثم وقف موقفا إيمانيا دقيقا في استقبال هذه المصيبة، يقول هو مات مني زعلي او تسقطي مش هيرده، فخليني اكسب به الجنة. الله الله الله. يبقى ده كلام عاقل ولا لا؟ كلام عاقل قوي. وبالزيادة علي العزاء في الاجر عليه، انا ما كنتش هاخد منه طيلة حياته مثل الاجر الذي اخذ منه حين صبري على المصيبة عليه. ولذلك الرسول نبهنا قال إياك أن تظن أن الحسنة هي ما تستطيبه نفسك، والسيئة هي ما تشمئز منه نفسك. لا، المصاب في عرف الشرع من حرم الثواب، المصاب من حرم الثواب. يبقى إذن هذه القضية من عندك، من عند الله. وبعدين ربنا بيقول قل كل، يبقى معناها الحسنة والايه؟ السيئة. الحسنة والسيئة من عند مين؟ هو ربنا هيعمل سيئة؟ السيئة في نظركم، السيئة في نظركم، والحسنة في نظركم، كل دي من عند مين؟ لكن اذا نسبنا الفعل الى الله فكل ما يصدر عنه حسن، كل ما يصدر عنه حسن. ولذلك تيجي تبص تلاقي ان الذي يتعب بالمقاييس الصح، يعني لو عملت كمبيوتر كده عشان تقييم المسائل تقوم تقول لك اللي يتعب اللي انت تجيبه بايدك، يعني تلميذ اهمل في المذاكرة وفي حضور الدرس وبعدين يسقط، دي سيئة ولا مش سيئة؟ في عرفك انت سيئة، لكن في عرف الحق عموما حسنة. لان لو اللي زي ده ينجح السنة الجاية ما تلاقيش ولا واحد يذاكر، ينطمس العلم ولا ما ينطمسش؟ يبقى حينما قال لا اللي ما يذاكرش يسقط، يبقى معناه احياء للحسنة في الاف غيره، ويبقى هو نموذج واقعي وتطبيقي، يبقى خاضع لسنة الكون، ما زرعش أرضه أو لعب نهار الحرث أو البذر أو أهمل الري وبعدين جه يوم الحصاد ما لقاش حاجة، دي سيئة بالنسبة لمين؟
انما بالنسبة لقضية الحق الكوني في ذاتها حسنة. ليه؟ لانه يخوف كل واحد انه يهمل سبب من الاسباب، تبقى انت بتفسرها بانها ايه؟ سيئة، لان مسها لك. انما لو قست مسها لك بالسوء بما عملته انت، تجد ده سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديل. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يبقى حين يضع سننا في كونه ان الذي يأخذ بالاسباب يعطيه الله، اللي ما يأخذش بالاسباب يحرمه ربنا. دي قضية ولا مش قضية؟ ساعة تأتي مثل هذه المسألة، الكويس قد نجح واللي مش كويس سقط، الاثنين من عند الله تقنينا كونيا ولا لا؟ الاثنين من عند مين؟ ان نظرت اليها تجدها من عند الله تقنينا. ايه تقنينا؟ اذا لما اقول لك حسنة وسيئة وبعدين اقول لك كل من عند ربنا، اي لانه حين قنن ان تصيب السيئة واحد اهمل الاسباب في الكون، يبقى ده من عمل مين؟ من عمل الحق سبحانه وتعالى. والى لقاء اخر ان شاء الله.